بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن طريقة استرجاع حساباتك المخترقة في تويتر وانستغرام وسناب شات. طبعا في البداية الآن سوف نقول تويتر. في البداية نضغط هنا، بعد ذلك نضغط على مركز المساعدة، بعد ذلك نضغط على السلامة والأمان، بعد ذلك نضغط على الأمان والحسابات المخترقة، بعد ذلك نضغط على المساعدة بشأن حسابي المخترق، بعد ذلك ننزل إلى رقم 2 هنا طلب الدعم الفني، نضغط عليه، بعد ذلك نضغط على حساب مخترق، بعد ذلك نضع هنا الاسم ونضغط بحث مثلا، سوف أضع أنا، بعد ذلك ألا زلت بحاجة للمساعدة تضغط عليها لأنها زر، بعد ذلك تكتب الآن هنا طبعا في الأعلى هنا البريد الإلكتروني تضعه، تضع بريدك الإلكتروني ثم تكتب وصف للمشكلة تضغط على هذا الزر. طيب الآن ننتقل إلى انستغرام. انستغرام تضغط هنا، بعد ذلك تضغط هنا، بعد ذلك هنا تضع إيميلك للحساب، وهنا إيميل للتواصل إذا كان يعني إيميل حسابك مخترق أيضا، فتضع إيميل للتواصل، وأفضل أن تضع إيميلين مختلفين، يعني إيميل للتواصل تضعه مختلف عن إيميل الذي للحساب، فربما يكون مخترق وأنت لا تعلم. بعد ذلك تختار أحد هذه الخيارات الثلاثة، الأول هذا حساب شركة، الثاني حساب شخصي مع صور لك، الثالث حساب شخصي بدون صور لك. بعد ذلك تختار هذا الخيار، وهنا تكتب وصف للمشكلة وتضغط هذا الزر. طيب الآن ننتقل إلى سناب شات. سناب شات تضغط على هذا الخيار، ثم بعد ذلك تضغط هنا، ثم بعد ذلك تقوم بالنزول إلى الأسفل إلى عند دعم، كما ترونها دعم، ثم نضغط على مركز المساعدة، انتظر، بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل ونختار هذا الخيار، ثم بعد ذلك نختار أيضا هذا الخيار، ثم بعد ذلك أيضا نختار هذا الخيار، ثم بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط على هذه الكلمة، بعد ذلك نختار الخيار الأول، بعد ذلك نختار الخيار طبعا هنا اخترنا الخيار الأول، هنا نختار الخيار الرابع وهو هذا، بعد ذلك نضغط على يس،
بعد ذلك ننزل ونكتب هنا اليوزر نيم والايميل نضعه، وهنا ماذا رقم الجوال، وهنا وصف للمشكلة. بعد ذلك نضغط على سند. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق لهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.